بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. يوسف العيالي النائب الأول لرئيس مجلس الإقليمي سطات. توصلنا اليوم من المحكمة الإدارية بالدار البيضاء باستدعاء للحضور الجلسة اللي غدا تعقد المحكمة الإدارية غدا 14:10 على الساعة 2 زوالا للنظر في واحد الطعن تقدم به الأخ العربي الشريعي عضو المجلس الإقليمي ورئيس الجماعة الترابية ولاية فارس الحلة. هذا المقال اللي كيقول فيه بأن العملية الانتخابية مرت في الأجواء غير قانونية وأن شابتها مناورات تدليسية واتهامات تقدم بها لرئيس المجلس والمكتب المسير المكتب المنتخب والذي يسير المجلس الإقليمي لسطات، اتهامات باطلة واتهامات كاذبة. أنا كنقول لهذا الأخ، وهذا هو الطعن الثاني بعد رفض الطعن اللي تقدم به المرة السالفة في هذا المكتب، أنا كنقول لهذا الأخ هذه المناورات ديالك وهذا اللي كتقوم بها هكا راه ما تزيد هذا المجلس إلا تماسك وما تزيد إلا تقوينا. وهذه خلات واحد المجموعة ديال الإخوان اللي كانوا مصطفين معك في المعارضة يلتحقون بنا، واش هذه هي المهمة اللي انتخبتي عليها؟ الأخ الفاضل، أنا كندعيك من هذا المنبر أنك تمشي تشتغل وتخدم لا في جامعتك ولا في المجلس. هذا هاد الحويش اللي كدير حويش أنا كنقول بعدا لا أخلاقية، من اللي كتتهم الناس أنها عاطين شيكات وعاطين هذا. احنا ما كناش معاك في الحزب ديالك، ما ترشحناش معاك، ما كناش في التوجه ديالك، وبالتالي احنا ان كان لابد سنقاضيك. احنا غادي نتابعوا قضائيا ان شاء الله الرحمن الرحيم على 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 الاتهامات اللي اتهمتينا. احنا غادي نمشيو للمحاكم المختصه ان شاء الله الرحمن الرحيم. احنا من الان فصاعدا هاد المناورات ديالك ما تزيدنا الا قوه وتماسك ان شاء الله الرحمن الرحيم. كتعطينا الطاقة باش نخدمه باش نشتغله إن شاء الله الرحمن الرحيم، وإن شاء الله الرحمن الرحيم بيننا القضاء إن شاء الله الرحمن الرحيم بإذن الله. بعد ما تقدم الأخ بهذا الطعن الثاني وترفض الطعن الأول، راه نفس الأسباب اللي درتي بها الطعن الأول تعاودتي بها الطعن الثاني. أنا كندعوك من هذا المنبر لمرتين ثانية باش تمشي تشتغل على المشاكل ديال الساكنة اللي انتخبتك، باش تشتغل على واحد مجموعة ديال الخصائص في مجموعة ديال الميادين على الهدف اللي انتخبوك ليه. الساكنة ما انتخبتكش باش تمشي تداعى والطاعن وتشارع وتدير، ولكن ربما ما جاتش من فراغ. اسمون على مسمى، اشرع وزيد وقيس على ذلك.